السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. نبدأ مع أول ليسون عندنا في الجبر السنة دي، ليسون 1، وتحت عنوان أو التايتل بتاعه The Cube Root of a Rational Number. عاوز أجيب الكيوب روت أو السيرد روت للراشونال إيه نمبر. كلنا طبعا فاكرين في بريب 1 راشونال نمبر ده، فاكرينه كويس. طيب تعالوا نبدأ مع بعض الإكزامبل ده، مثلا ازاي اجيب الكيوب روت او الثيرد روت للراشونال اي نمبر. مديني الثيرد روت اهوت قدامي او الكيوبيك روت او الكيوب روت مديهوله قدامي اهوت، وعاوز احل دوت او اجيب الكيوب روت لل 1728. قدامي طريقتين بستخدم فيها الكالكوليتر على طول، يا اما بستخدم ان انا اشتغل بايديا. تعالوا نعمل الطريقتين مع بعض. نعمل كده على ايدينا الاول، وبعد كده نتاكد بالايه بالكالكوليتر بتاعتنا. بص يا معلم، انا هاخد الرقم اللي هو تحت الروت دوت اهو 1728، وابتدي اعمل هنا ديفايد 2. ابدا الاول لسنه ثانيه بان انا اشوفه ينفع ديفايد 2 ولا لا. لو نفع ديفايد 2 اوكي، ما ينفعش ديفايد 2 نجرب divided A 3. طيب هجرب كده على 2. 1728 divided 2 هتديني 600. 864 divided 2 432 divided 2 260 and so on. بقى افضل divided 2، بص هي كلها ماشيه زي ما انت شايفها كده قدامك divided 2، وبعدين لما بخلص 2 بوصل لل 3 لغايه اما اوصل في الاخر A 3 divided 3 ادينا ايه 1. عشان احنا بنشتغل مع الثيرد روت يبقى من كل ثلاث ارقام زي دول اخد رقم واحد، من كل ثلاث ارقام اخد رقم، من كل ثلاث ارقام اخد رقم، هيبقى عندي هنا كام 2 وعندي 2 وعندي 3 اخدهم اعملهم تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 يدينا 12. يبقى عندي الثيرد روت ده الثيرد روت لل 1728 يطلع بكام سنه ثانيه؟ هيطلع بكام؟ ب 12. حتى لو انا جيت على الكالكوليتر كده وقمت عامل 12 بقول طبعا ايه باستخدام الكالكوليتر تايمز 12 على الكالكوليتر بتاعتي، لو عملت كده لو خدت ده الرقم ده وعملته تايمز ثلاث مرات كده هيدينا الرقم ده. طيب كده احنا عملناها على ايدينا زي ما انت شايف كده خلاص. هبتدي اجيب الكالكوليتر بتاعتي، وعاوز اتاكد بقى بالكالكوليتر ان الكلام ده صح. ايوه جبت الاله بتاعتي اهيت، وهبتدي اخد بقى وان هكتب السيرد روت دوت الاول. السيرد روت طبعا ندوس على الشيفت مع الروت العادي ده، اهو شيفت مع الروت العادي ده سنه ثانيه هيدينا السيرد روت، واحط الرقم ده تحته اللي هو كام 1728 وهم قايل ايكوال. بص اداني كام سنه ثانيه 12 اللي هو الانسر بتاعنا ده. طبعا الكالكوليتر بيجيب على طول، ولو انا عملت 12 على الاله تايمز 12 تايمز 12 يعني لو خدت الرقم ده كررته ثلاث مرات هيدينا ده. هنجرب كده، بص كده معايا 12 تايمز 12، انا كل ده بتاكد اللي انا عملته ايه صح. تايمز 12 equal بص كده معايا 1728. تمام، يبقى احنا كده حلينا ديت، حلينا الثيرد روت ده بايدينا واتاكدنا بالايه بالكالكوليتر. تعال نشوف واحده ثانيه. نمبر 2 عاوز يجيب الثيرد روت او الكيوبيك روت للرقم ده النيجاتيف. بص انا عملت ايه، سبت النيجاتيف زي ما هي بالظبط، ودوت لو نفتكر بقى كده حولته انا من ايه؟ حولته سنه ثانيه كده من ديسمال بوينت لفراكشن. يعني ايه يا مستر؟ يعني خدت 216 حطيتها في النيموريتور وشفت البوينت دي بعد كام رقم؟ 1 2 3 يبقى 1000. تمام؟ طيب ال 1000 انا عارف ان ال 1000 دي هي عباره عن ال 10، لما اضربها ثلاث مرات في بعض بيدينا 1000، يعني 10 تايمز 10 تايمز 10 1000 خلاص. 216 مش عارفها، فجيت على الجنب اهو قمت عامل لاين كده كتبت 216 قمت عامل ديفايد 2 اداتني 108
divided to 54 divided to 27 divided 3, that 9. 9 divided 3, then 3. 3 divided 3, then 1. احنا اتفقنا من كل 3 digits اخد digit 1 يبقى 2، وهنا اخد 3 2 times 3 يدينا كام؟ 6. يبقى 216 هتدينا كام؟ 6. 6 over 10 يعني negative 0.6. خلاص كده انا عملتها كده على ده، نجيب الآلة كده ونتأكد شوف الكلام ده صح ولا لأ. نمشي بقى العملية اللي فاتت ديت، نعمل السيرد روت تاني شيفت مع الروت العادي بتاعنا سنة تانية، ونكتب النيجاتيف نيجاتيف 0.216216 عشان نشوف الكلام اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط. يعني 3 over 5. طب ما ممكن احولها للديسيمال بوينت زي اللي احنا جبناها 0.6 اهي، يعني احنا اللي جبناها ديت، وممكن احولها لفراكشن من الاس دي ده كده. بص بيحول من فراكشن للايه؟ للديسيمال بوينت زي ما انت شايف كده. طيب حد هيقول لي طب ما احنا نعملها على الكالكوليتر وخلاص؟ لا، احنا لازم نتعلم الاثنين، يعني لازم اتعلم ان انا اعملها على ايديا واتاكد بالاله الايه؟ الحاسب. طيب تمام. تعال نشوف دي كده، مدينا هنا ميكسد نمبر روت وعليه 3 ميكسد نمبر، وعاوزني اجيب الثيرد روت للميكسد نمبر اللي قدامنا. بعمل ايه يا سنه ثانيه؟ اسيب الايد زي ما هي بالظبط اهي، الديمونيتور اسيبه زي ما هو، وهعمل 3 تايمز الاي 3 ديت هعملها تايمز الاي ده تايمز ده 3 تايمز اي 24 وهعمل بلس لل 3 ل 4 يبقى 3 تايمز اي 24 بلس 3 يبقى 27. بص تاني 3 تايمز اي 24 و3 يبقى 27. ال 27 دي سهله قوي ان احنا نطلعها من تحت الثيرد روت تبقى ب 3 عشان 3 تايمز 3 تايمز 3 يدينا 27 وال 8 تطلع ب 2. ولو حطينا الشكل ده على الكالكوليتر هيدينا ايه؟ الناتج النهائي. طب يلا نعملها مع بعض كده. اهي شيل ده احط السيرد روت اهو. السيرد روت لمين؟ للميكسد نمبر. اعمل ميكسد نمبر بقى تحته ميكسد نمبر، ادوس على ده والميكسد اهوت، وابتدي احط الميكسد نمبر بتاع 3 على الجنب. بص كده، واجي اطلع فوق احط 3 وهنزل تحت سنة تانية واحط 8 واقوم جاي هنا واقول له ايكوال. طبعا متوقعين كلنا هتطلع نفس الاجابة اهي 3 over 2 اهيت. لو جبت الآلة شوية كده على الجنب كده اهيت 3 over 2 يبقى احنا اتأكدنا ان ده صح. تمام، يبقى احنا لازم نفتكر ازاي بنحول الميكسد نمبر لامبروبر ايه؟ فراكشن. جميل. طيب هنا بيقول لي ايه؟ فايند ان كيو. كيو دي طبعا عارفينها كلنا اللي هي الراشونال ايه؟ نمبر. Rational number, rational number, rational number. Find in Q the SS solution set. عاوز يحل الايكويشن ديت بس الحل يطلع معانا في الايه؟ بيكون الراشونال. خلي بالك من دي كويس قوي، لان هو الاس اس دي ساعات بيطلبها في الراشونال، ساعات بيقول لي في الراشونال، في الار. يبقى انا بص اشوف هو طالبها فين. تمام؟ طيب شوف اول ايكويشن كده. 27x power 3 minus 2 equal 62. طيب احنا كنا متعودين السنه الثانيه ان احنا اول حاجه احنا عاوزين نوصل لمين؟ للفاليو بتاع الاكس. يعني انا عاوز اوصل في النهايه الاكس دي هتطلع بكام سنه ثانيه؟ اول حاجه افكر فيها ان انا اخد النيجاتيف 2 دي واوديها ايه؟ الطرف الثاني. اجيبها هنا. النيجاتيف 2 ديت هعملها اليمه الثانيه هنا. بس احنا عارفين طبعا مجربين من بريب 1 ان احنا عندنا النيجاتيف 2 لما بتروح اليمه الثانيه الساين دي بيحصل لها ايه؟ تشينج، بتتغير، بدل ما هي نيجاتيف هتتحول لايه؟ لبوزيتيف. يبقى شكل الايكويشن هيكون كده 27 اكس باور 3 اللي هي دي ايكوال 62 بلس 2. طب جميل، يبقى 27 اكس باور 3 ايكوالز ونعمل بقى 62 اند 2 ايكوال 64. طيب انا عندي دلوقتي وصلت للمرحله دي، انا عاوز اوصل للاكس، يبقى انا ال 27 برضه هعكسها اليمه الايه؟ الثانيه، واديها الطرف الثاني. طب هي هنا ايه علاقتها بالاكس؟ هي تايمز، والتايمز بيروح ايه؟ ديفايد. يبقى 64 ديفايد 27
اكس باور 3 اللي بره ده على اللي جوه ده، يبقى 64 ديفايد 23 27. يبقى الاكس باور 3 ايكوال 64 ديفايد 27. وانا 64 ديفايد 27. طب انا مش عاوز اكس باور 3، انا مش عاوز الاكس 3 دي، انا عاوز اكس بس. احنا بنخلص سنه ثانيه من ال 3 ديت على هيئه السيريد روت دي، يبقى الباور بنوديه على هيئه روت. باور 3 يبقى وديه سيرد روت او الكيوب روت او الكيوبك ايه روت للرقم دوت. طيب احنا كلنا عارفين ال 64 هي عباره عن ايه؟ 4. ليه؟ لان 4 تايمز 4 تايمز 4 تدينا 64. وال 27 هي عباره عن 3 تايمز 3 تايمز 3 تدينا 27. يبقى الاكس هي عباره عن 4 اوفر 3. هو ده راشونال نمبر؟ يس راشونال. ليه؟ لان الدينومينيتور هنا نوت ايه او دونت ايكوال 0، ده مش بزيرو، يبقى ده راشونال نمبر. يبقى السوليوشن سيت بتاعتنا ان السوليوشن سيت 4 اوفر ايه 3. انت في الايكويشن بتمشي واحده واحده وما تقولش الخطوات الكتير دي، مش خطوات كتير ولا حاجه، احنا بنمشي خطوه ورا خطوه كده، ستيب باي ستيب، ستيبس كده لغايه ما نوصل للايه، للفينش بتاعنا او الناتج اللي احنا عاوزين نوصل له او نهايه البروبلم دي. نشوف واحده تاني. مديني 5x minus 3 power 3 minus 2 equals 6. شو الطهر؟ انا سمعت ناس كده قالت ايه؟ اول حاجه يا مستر اللي احنا هناخد النيجاتيف 2 ديت وهنوديها الطرف الثاني، وهي نيجاتيف تروح بوزيتيف، برافو عليك. تمام؟ يبقى اهو هنزل ده زي ما هو بالظبط اهو، ودي هوديها اليمه الثانيه هتبقى بوزيتيف 2. اهو يبقى هنزل القيمه دي برده ثاني زي ما هو اهي، وال 6 وال 2 هتبقى 8. طب وبعدين؟ هخلص من مين دلوقتي؟ هل ال 3 اللي جوه ولا الباور؟ لا، هخلص من الباور الاول. احنا اتفقنا الباور ده بنوديه اليمة التانية على ايه؟ روت. روت ايه 3 لل 8. طيب يبقى 5x minus 3 equal third root لل 8. كلنا حافظينها دي وعارفينها كويس قوي، ان ال 8 بتخرج من تحت ال 3 بكام؟ 2. لان 2 تايمز 2 تايمز 2 يدينا 8. تمام؟ يبقى 5x minus 3 equal to هناخد النيجاتيف 3 نوديها اليمة الايه؟ الثانية ونغير الإشارة. يبقى 5x equal 2 plus 3. يبقى 5x equal 5، يبقى الـ x equal ايه اللي بره ده على اللي جوه. يبقى 5 divided 5 equal ايه؟ 1. يبقى solution set equals ايه؟ 1. هو الـ 1 ده يا مستر rational؟ rational number. تمام؟ ليه؟ الـ 1 ده rational ليه؟ بص كده سنة ثانية، لو عملت الـ 1 اهو وعملت لاين ممكن احط له 1 تحت، هل اللي تحت ده قيمته بصفر؟ لا طبعا، يبقى راشونال ايه؟ يبقى ال1 من الراشونال ايه؟ نمبر. جميل. تعال نشوف البروبلم اللي قدامنا دي. فايند اوجد ذا لينس، لينس طول اوف ذا انر ايج، عاوز الايج الداخلي اوف ا فازل لوعاء in the shape على شكل of a cube. ركز بقى في اللي جاي دي، بص كده كيوب. دي كده هتفكرنا بالمثال ليه الكيوب بتاع برايمري 6. كنا واخدين احنا طبعا الرولز والقوانين بتاع سنه 6 على الكيوب وحافظينها كويس وكلنا فاكرينها. With capacity الكاباسيتي اللي هو الفوليوم، يعني انا الكاباسيتي ده ممكن اعتبر بنقول عليها الكاباسيتي معناها الايه؟ الفوليوم، الكثافه او الكاباسيتي بتاع الفازل، يعني هو واخد قد ايه حجم. هنا الكاباسيتي بتحمل معنى ايه؟ الفازل بتحمل معنى الحجم اللي هو الفوليوم. ايكوالز كام؟ 27 لتر. يعني انا عندي وعاء حجمه 27 لتر وعاوز احسب الايج الداخلي بتاعه، الانر الايج بتاعه، عاوز احسب اللي هو الايج الايه؟ الايج الانر ايج بتاعه. طب احسبه ازاي ده؟ طيب تعالى كده نشوف مع بعض. اول حاجه هو مديني ان الكاباسيتي ايكوالز 27 لترز. تمام؟ لسه قايل لك واحنا بنقراها كده ان الكاباسيتي يعني ايه سنه ثانيه؟ يعني فوليوم. فانا هغير بس كلمه كاباسيتي لكلمه فوليوم. ايكوال 27
وهغير برضو اللتر ديت هي الايه الكيوبيك ديسيميتر او الثيرد ديسيميتر. يعني كلمه لتر ايكوال بالظبط او بتساوي بالظبط ده هو ده الثيرد ديسيميتر هو اللتر خلاص. فانا عشان غيرت كلمه الكاباسيتي حطيتها فوليوم فانا هحول اللتر برضو للكلمه دي لان الاثنين دول ايكوال والاثنين دول برضو ايكوال 27 كيوبيك ديسيميتر. جميل. يبقى انا عاوز اجيب الايدج. احنا كنا واخدين زمان في سنه سته ان الفوليوم هو عباره عن ايه؟ ايدج تايمز ايدج تايمز ايدج. يعني الايدج دي متكرره كم مره؟ ثلاث مرات. يبقى معنى كده ان الايدج بتساوي 27، الفوليوم بتساوي 27. يبقى الايدج هي عباره عن الثيرد روت ثيرد روت لل 27. تطلع بكام؟ ب 3. 3 ديسيمتر. طب احنا مش عاوزينها بالديسيمتر، احنا عاوزين نحولها سنتيمتر. يبقى اخد ال 3 واعملها تايمز 10 عشان لما احول من الديسيمتر للسنتيمتر هضرب في 10. يبقى 3 تايمز 10 يبقى 30 سنتيمتر. الفوليوم اصلا ممكن نقولها حتى كمان من غير روت. الفوليوم عندي هنا بكام؟ ب 27. يبقى ايه هو الرقم الايتش بكام؟ ب 3 عشان 3 تايمز 3 تايمز 3 يدينا 27. بس احنا خدناها بقى عشان في بريب 2 خدنا الثيرد روت. يبقى انا لو جبت الثيرد روت للفوليوم، مش انا بقولها ازاي سنه ثانيه، الثيرد روت للفوليوم يدينا الاتش، الثيرد روت للفوليوم يدينا الايه؟ الاتش. تمام. تعال نشوف دي كمان. فايند ذا لينث اوف ذا دايمتر. عاوزين نجيب الدايمتر اوف اسفير. سفير يعني ايه؟ اوف ا سفير اللي هي الكورة. كورة. اوف الفوليوم بتاعها مديني الفوليوم 36 باي كيوبيك سنتيمتر. ومديني طبعا معلومة كده ما بين الأقواس إن الفوليوم بتاع الكورة ديت بتستخدم الرول دي لأنها مش عندنا دلوقتي السنة دي، فهو مداني قال لي استخدم دي في الحل. طيب يبقى إحنا إيه؟ إيه المطلوب مننا إن إحنا نوصل لمين؟ للدايمتر. طيب تعال نشوف بنعمل إيه. هستخدم الرولز اللي هو مداني دي او القانون اللي هو مداني او المعلومه دي اهي ان الفوليوم بتاع السفير بتاع الكره ده عباره عن 4 over 3 باي ار 3. تمام. طب هو مدينا الفوليوم للسفير هو مدينا ب 36 باي، هو مدينا ده، يبقى انا هشيل الفوليوم دي واديني واكتب المعلومه اللي هو مداني واحط القانون، هلاقي الباي شبه الباي بالظبط، هكنسلهم مع بعض زي ما انت شايف كده. هيتفضل هنا 36 وهنا 4 over 3 ار 3 اهي. يبقى انا عاوز اجيب الار 3 دي، عاوز اجيب الثيرد ار دي. يبقى انا هاخد اللي بره على اللي جوه، الرقم اللي بره على الرقم اللي جنب الار. او يبقى الار 3 36 ديفايدد 4 over 3. يبقى الار 3 36 اهي، واحول الديفايدد لتايمز واشقلب ده 3 على 4، طلع معايا ان ال R3 equal 27. طب انا عاوز اخلص من الروت دي، عاوز اخلص من ال 3، اخلص منها بروت 3 لل 27، تطلع كام؟ 3 سنتيمتر. يبقى ال R 3 سنتيمتر. طب هو مش عاوز ال R، مين ال R ده؟ الريديوس. هو مش عاوز ال R، هو عاوز الدايمتر. احنا كنا واخدين زمان ان D هي عباره عن 2R، الدايمتر عباره عن 2 radius. طب ما احنا جبنا الراديوس بكام؟ ب 3. يبقى 2 تايمز 3 يدينا كام؟ 6. تمام. تعالى نبص على دي كده، مديني ايه؟ الثيرد روت للاكس ايكوال 5، وعاوز اجيب الاكس. سهله خالص. طالما مدينا الرقم اللي بره ده هنعمله تايمز 3 مرات في بعض، 5 تايمز 5 تايمز 5 يدينا 25. يبقى الاكس ب 125 اللي جوه. يبقى انا لو حطيت الرقم ده جوه هنا وجبته من تحت الروت هيطلع بكام؟ ب 5. تمام. عاوز اجيب برضو الاكس هنا. اول حاجه هنعمل ايه؟ هناخد نيجاتيف 3 ونوديها لما الايه؟ الثانيه ونغير الاشاره. او يبقى الثيرد روت للاكس 1 بلس 3 ايكوال ايه؟ 4. الله. تعالى نركز بقى على 4. 4 لو ضربتها ثلاث مرات كده زي ما احنا شايفين هتديها 64، يبقى الاكس ب 64. يبقى لو عرفت الرقم اللي بره ده كرره ثلاث مرات يدينا الرقم اللي هو الايه؟ تحت الروت. طب نبص مع بعض على دي. هنا مديني 2 روت،
عادي اشتغل على الروت اللي جوه الاول لوحده واشوف هيطلع بكام، بعدين اجيب الروت اللي بره. طب انا خدت ده اهو لوحده وحسبته على الكالكوليتر كده اداني كام؟ 9. خدت ال 9 تحت الروت الاولاني ده، يبقى السكوير روت لل 9 يطلع بكام؟ ب 3. خلاص عرفنا كده ان الاثنين روت دول عملنا فيهم ايه. طيب تعال نبص على دي كده برضو، اتنين روت تحت بعض اهو. سنه ثانيه هاخد الروت الاولاني ده واشوفه بكام. ده ال 27 تخرج من تحت الثيرد روت ب 3. 27 هتخرج من تحت الثيرد روت بكام؟ ب 3. وال 27 اهي، يبقى انا هقوم عامل ايه؟ دوت تايمز ده اهو، ده تايمز ده. 27 تايمز 3 ايكوال 81. 81 تحت السكوير روت هتطلع بكام؟ ب 9. عشان 9 تايمز 9 ايكوال 81. يبقى احنا عندنا لما يكون عندي اتنين روت زي دول كده، بحسب الروت الداخلي الاول وبعدين ابتدي اشتغل على الروت الخارجي. تعال نبص على دي كده مع بعض. Find the edge، find the edge length of a cube whose volume is 15 5 over 8 cubic centimeter. خلاص ده مين ده؟ مسألة إيه؟ مسألة كيوب. خلاص ماشي، يبقى نشتغل على كيوب. لازم أحدد أقرأ المسألة كويس سنة تانية وأشوفها هي بتتكلم عن إيه. يبقى هنا عاوز الكيوب، تمام ماشي خلاص عاوز الكيوب ماشي. يبقى أقول له الفوليوم بتاع الكيوب هو مدهوني 15 و5 أوفر 8 كيوبيك سنتيمتر. طيب تمام، هحول الميكسد نمبر لإمبروبر فراكشن. يبقى الفوليوم بتاع الكيوب إيكوال، بص بقى اجيب ده ازاي، هعمل دول تايمز وبلس لل 5. يعني هاخد ال 15 اعملها 15 تايمز 8 واللي هيطلع اعمله بلس لل 5. 15 تايمز 8 واللي هيطلع اعمله بلس لل 5 هتطلع 125 اوفر 8. طيب احنا اتفقنا دلوقتي لسه من شويه كده فوق كنا بنقول ايه؟ لو انا سنه ثانيه عاوز اجيب الايدج، لو محتاج اجيب الايدج اخد الكيوبيك روت. لو انا عاوز اجيب الايدج باخد الكيوبيك او الثيرد روت للفوليوم. باخد مين؟ الثيرد روت للفوليوم، الفوليوم اهو. يبقى انا هاخد الثيرد روت للفوليوم اللي هو ده اهو، هيدينا الايدج على طول اللي احنا عاوزينه. طيب ال 125 هتخرج من تحت الثيرد روت بكام؟ ب 5. ليه؟ عشان 5 تايمز 5 تايمز 5 يدينا 125. طب وال 8 اخرجها من تحت الثيرد روت بكام؟ ب 2. يبقى ال H هو 5 over 2 سنتيمتر. ممكن اسيبها كده صح؟ ولو حد عاوز يكتبها ايكوال ويحسب يعني على الكالكوليتر ال 5 over 2 هيدينا 2.85، برضه هتبقى صح. 2.5 ماشي يبقى برضه ايه؟ صح سنتيمتر. خلاص ان 5 اوفر 2 2.5 سنتيمتر. يبقى احنا كده عملنا ريفيجن على ليسون 1 في الالجبرا. انتوا طبعا بقى وانتوا بتتفرجوا على شويه البروبلم اللي احنا حليناهم على الجزئيه ديت، طبعا انت ممكن توقف الفيديو وتبتدي تقرا المساله كويس، وقف وتحلها، يعني ممكن تفهم الحل بعدين تقوم موقفه وحللها تاني لوحدك في ورقه خارجيه وتراجع عليه مره واثنين وثلاثه. ان شاء الله الليسون ده الليسون يعني سنه ثانيه الجبرا والجيومتري يعني سهلين جدا جدا اكتر من ايه بريب 1. ان شاء الله اشوفكم باذن الله في الليسون ايه 2. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.